لمحطة قطر كورسكايا. شبابيك التذاكر موجود على الشمال قدام. في ناس بتحب تشتري من اونلاين، ما بيجوش هنا اصلا، ويجي يركب القطر في ميعاده وخلاص. وفي ناس بتشتري من شباك التذاكر ده، بيتعذبوا شوية، ساعات بيبقى طوابير، ساعات بيبقى زحمة بالذات في المواسم. وده كلب حلو أمور. وده تنبيه ان على احد القطارات انها وصلت للرصيف. ادي شبابيك الحبس، ودي لوحة القطارات مواعيدها. في بقى لحجز التذاكر في طريقة بقى اللي هي تالتة غير الاونلاين وشبابيك التذاكر، في الالكترونيك تيرمينال دي. ده شكلها، ممكن تقول له اشتري تذكرة، فلازم ده بكارت. هنجرب نحط كارت او insert your card. هنجرب نحط كارت بالروسي، ممكن نعمله بالانجليزي لو عايزين. نكتب الباسورد هنا. بنوافق على شروط الخدمة. هنا مكان الإقلاع، أو أنت طالع منين، من موسكو رايح مدينة مثلا كاترين ظهرت يكاترينبورغ دي كل الحاجات اللي هي فيها يكاترينبورغ. فيبرت بنختار الميعاد تاريخه امتى. هنا مثلا يقول لك فبراير مارس ابريل، نختار في ابريل مثلا 10 9، جت 9 ابريل ماشي. فيبرت بعد كده نعمل الميعاد، يعني تفضل من الساعة كام للساعة كام. الزراير تقيلة شوية، مثلا عايز من الساعة 7 صباحا مواعيد القطارات اللي يظهرها لي لحد نص الليل. اوكي، واختار الفترة دي كلها. بعد كده نعمل فيبرت زابروس. ثم افتر وي كان تشوز، على سبيل المثال مثلا القطر ده في 5 قطارات او 6 موجودين. عندنا قطر اهو ارخص حاجة فيه ب2632 روبل. ده الدرجة بتاعته بلاتس كارت، اللي هي بتبقى كبائن مفتوحة الابواب. وفي كوبي اللي هي الدرجة الاعلى، دي كبائن رباعية سرير اكبر شوية، الابواب بتاعتها مقفولة. هنا في مثلا ديتسكي اللي هي اطفال، هنا مثلا الناس اللي عندها كارت البونص بتاع القطر، وهنا بولني اللي هي كاملة. بنختار ان انا بولني كامل، اسم العيلة، اختار اي اسم. الايميا برضو بنكتب الايميا. وفي الاوتشيستفا مش لازم نكتبه، الاوتشيستفا ده مش مهم قوي. الباسبورت احنا بنختار باسبورت روسيسكي فيدراتسي، يعني باسبور روسي. احنا انستراني دوكومنت اللي هي دي، وهنا رقم الدوكومنت كام، مثلا هنقول 3 4 5 6 1 2. بعد كده فيبرت، طبعا رقم الباسبورت اتكتب هنا اهو، فيبرت مش عايزة تضغط. ماشي، موسكوي ولا جنسكي، يعني راجل ولا ست. موسكوي ده تراجدينيا، تاريخ ميلادك،
تكتب تاريخ ميلادك، مستر الدنيا مكان الميلاد مش مهم، هنا الجنسية هنختار مصر، جيبت ظهرت هنا على اليمين ماشي، هي بيبرت اختارنا. بعد كده ممكن تعمل كوبي تشتري مباشرة، يختار لك هو مكان على مزاجه، او اوزنات تريبوفانيا اللي هو تعرف المكان بتاعك او الخصائص. طبعا هنا جاب لك الفاجون كلها بالاماكن، ارخص الاماكن بتبقى اللي هي على الكوريدور اللي هو الخط ده والعلوي. هنا بيقول لك الباستيني بيليوم اللي هو انت عايزها بالبيضات، يعني اللي هو الفرش، لان في مراتب وفي مخده بيديها لك تستخدمها، فالحاجات دي لازم ليها كفرز او اغطيه. البيضات دي طبعا تاجيرها بيبقى ب 140 او 160 روبل زياده، ممكن اقول له من غير، ممكن هنا ده نيجني ولا بيرخي يعني سفلي، ولا لان السراير دورين ممكن تحت او فوق فحسب ما انت عايز. انا اقول له مثلا ايه، شوف لي العلوي مش عايز ازعاج انا، او خلينا نيجني، او ممكن اختار المكان بنفسي. بس اقول له المكان 36 واقول له فيبرت، لقاه فعلا وبسعره 2486.8. ممكن اقول له كوبيت مباشره، فانا يقول لي مثلا ايه، اكد بقى باتفيريتي بلاتيج، وهنا ادمينيت بلاتيج اللي هو الغي الحجز او الغي الشراء او الغي الدفع. خد هنا المبلغ اهو بالكامل بالروبل، فانا اقول له ايه، ادمينيت بلاتيج بلاتيج الغي، فيقول لي خد كارتك ومع السلامه. بناخد الكارت بتاعنا وبس كده. ده طريقة استخدام التيرمينال او الشبابيك هناك.